تعال تعال هنا تعال يلا. وين الحاج؟ وين الحاج؟ هلا واحد في هذا هي كله ماعز. وين اروح؟ بعطينا كرتونة معلبات نستفيد شوي على الفاضي، ليش بتكفي الكرتونة؟ شوية بسكوت، شوية فاصوليا، شوية بازيلا، حاجات يعني خفيفة، ليش بتكفي الأسرة كاملة؟ نازحين انا على 3 شهور ولا فلوس ولا رواتب ولا مصاري ولا حاجة. أنا من الساعة 8 الصبح اللي واقفة على الدور عشان أقبض كيس واحد يقضيني بس أسبوعين. إحنا 10 أنفار وأنا في بيت، أنا ناسحة، الناس في رفح، وأنا كمان يعني بعزم معهم مش عقابتي، بعطولهم يعني بناكل بنشرب مع بعضنا يعني مش عقابتي. وإن على الله ما بخص علينا بنشرب اللي بيخبطوه في الشوارع. إيش عملتي؟ إيش جوزي مريض عمره 60 سنة أنا كمان. والله عيب عليك، حط حالك لف وجهك احنا ولا عيب عليك.